بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله نستعين. أعزائي المشاهدين، أعزائي الحضور، نتواصل أيضا مع انطلاقة جديدة من انطلاقات الخير والبركة الشوط الحادي عشر. هناك أيضا المخصص للجعدان محليات الأسايل، الصدارة والاندفاع المميز دائما. هناك من المقدمة سوقان سمو الشيخ أحمد بن سعيد بن راشد النعيمي وعملية التضمير والتدريب فايز بن غافان الجابري. ينتقل مباشرة مع المركز الثاني، وهناك أيضا من يتواجد مليع لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان وجمعة بن عتيق الرميثي. هناك أيضا المحترف من يتواجد أيضا في عملية التضمير والتدريب والعناية المستمرة. انتقل مباشرة مع المركز الثالث، الوصول هناك أيضا من صوغان المملوك لشعار هجن الرئاسة وعيسى بن أحمد الخيلي في عملية التضمير والتدريب والعناية المستمرة. المركز الرابع من القادم، هناك أيضا الذيب قادم في هذه اللحظات، ومع المركز الرابع أيضا المملوك لشعار هجن الرئاسة وعيسى بن أحمد الخيلي من يتابع هناك أيضا في عملية التضمير والتدريب انتقل مباشرة أعزائي المشاهدين هناك أيضا مع المركز الخامس في هذه اللحظات والتحديات والإثارة. هناك من رعد شعار هجن الرئاسة علي بن يميل الوهيبي، هناك ظافر المضمرين في عملية التضمير والتدريب والعناية المستمرة. هكذا التحديات، هكذا أيضا الأسماء الجميلة والمميزة دائما. من القادم هناك أيضا في هذه اللحظات سراب الذي يتسرب هناك من مركز تلو المركز سمو الشيخ أحمد بن المكتوم سلطان بن سيف بن سلطان المقبالي هناك في عملية التضمير والتدريب والعناية المستمرة. من القادم هناك أيضا في هذه اللحظات شاهين، هناك أيضا سمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي وسهيل بن سالم بن سهيل العامري في عملية التضمير عالي. هناك أيضا بدأ يتقدم هناك أيضا في هذه اللحظات سمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان وصادق فضل الأمين في عملية التضمير والتدريب والعناية المستمرة. هكذا النداء أعزائي المشاهدين، عودة إلى الصدارة، هناك عودة إلى المقدمة والمركز الأول في هذه اللحظات. يا سلام، صوغان هناك أيضا على الصدارة، من يسوق كلمات الناموس هناك على المقدمة والصدارة هو المركز الأول. سمو الشيخ أحمد بن سعيد بن راشد النعيمي وفايز بن غافان الجابري، يلا يا الجابري في عملية التضمير والتدريب والعناية المستمرة. المركز الثاني أتابع هناك أيضا الشعارات الجميلة والمميزة. هناك أيضا على المركز الثاني في هذه اللحظات مريع سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد النهيان وجمعة بن عتيق الرميثي، بينما المركز الثالث أتابع هناك الذيب، أتابع الذيب المملوك لشعار هجن الرئاسة عيسى بن أحمد آل خيلي في عملية التضمير والتدريب والعناية المستمرة. هناك أيضا لهذا الشعار، يا سلام سلامي عليك البارع، بينما المركز الرابع أتابع هناك التحديات والإثارة. من المركز الرابع من القادم في هذه اللحظات صوغان، هناك أيضا المملوك لشعار هجن الرئاسة أحمد بن مايد آل خيلي هناك أيضا في هذه اللحظات رجل الخطوط النهائية في عملية التضمير، بينما سراب يتقدم في هذه اللحظات سمو الشيخ أحمد بن مكتوم المكتوب سلطان بن سيف بن سلطان المقبالي هناك أيضا في عملية التضمير والتدريب والعناية المستمرة. من القادم هناك رعد، والرعد كالوعد، هناك أيضا شعار هجن الرئاسة وعملية التضمير والتدريب علي بن يميل الوهيبي هناك الظافر في عملية التضمير، بينما هناك التقدم في هذه اللحظات من عالي سمو الشيخ محمد بن ذياب السيف آل نهيان وصادق فضل أمين في عملية التضمير. هناك القدوم، هناك التسلل، هناك الحضور الجميل هنا في هذه اللحظات شاهين سمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي ويلا يا أبو سالم سهيل بن سالم السهيل العامري في عملية التضمير. عودة هناك أيضا، عودة مع الصدارة، عودة مع الاندفاع الجميل. يا سلام، الله الله الله، ما زال صوغان على الصدارة، ما زال صوغان على المقدمة والمركز الأول في هذه اللحظات سمو الشيخ أحمد بن سعيد بن راشد النعيمي وفايز بن غفان الجابري في عملية التضمير، بينما هناك أيضا الذيب 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 على المركز الثاني في هذه اللحظات. أيضا شعار هجن الرئاسة عيسى بن أحمد آل خيلي
بينما هناك المركز الثالث تابع هناك ايضا مليح سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد النهيان وجمعه بن عتيق الرميثي هناك ايضا المحترف في عمليه التضمير والتدريب والعنايه المستمره. يا سلام يا سلام يا سلام. المركز الرابع اتابع هناك صوغان شعاري هجن الرياسه ايضا واحمد بن مايد الخيلي هناك ايضا في عمليه التضمير. بينما هناك سراب بدا يتسرب سراب هنا ايضا في هذه اللحظات سمو الشيخ احمد بن مكتوم المكتوم وسيب بن سلطان ايضا المقبالي في عمليه التضمير والتدريب والعنايه المستمره. من القادم هناك ايضا رعد ايضا شعالي هجن الرياسه وايضا علي بن يميل الوهيبي وهناك عالي سمو الشيخ محمد بن ذياب السيفان هيان والصادق فضل امين في عمليه التضمير. هكذا ايضا اعزائي المشاهدين اعزائي الحضور هناك النداء للسبع المراكز الاولى هناك المتحديه عوده الى الصداره عوده مع المقدمه مع المركز الاول. هنا ايضا المنصه بانت يا اخواني المنصه بانت هنا الصداره والمقدمه والمركز الاول. ما زال صوغان على الصدارة والمقدمة والانطلاق الجميل سمو الشيخ أحمد بن سعيد بن راشد النعيمي وفايز بن غافان الجابري هناك أيضا سلامي عليك الجابري. بينما هناك التحديات والإثارة من الذيب شعاري هجن الرياسة عيسى بن أحمد الخيلي الله البارع. بينما هناك من الجانب الأيمن هنا الله 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 هناك مريع سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد النهيان وجمعة بن عتيق الرميثي هناك أيضا في عملية التضمير. الأخير الكيلو الخطير هناك أيضا بدينا هنا في هذا الكيلو هناك أعزائي المشاهدين. من القادم ما إن شاء الله ما إن شاء الله سراب تحرك سراب تحرك سراب هنا سمو الشيخ أحمد بن مكتوم المكتوم سلطان بن سيف بن سلطان المقبالي هنا يلا يا المقبالي الله الله الله. أعود إلى الصدارة هنا أعود إلى المقدمة هنا أعود مع هذه الشعارات المميزة دائما هنا الصدارة مع الذيب الصدارة مع الذيب القيادة مع الذيب العروضات الجميلة مع الذيب. في هذه اللحظات شعاري هجن الرياسة عيسى بن أحمد الخيلي هناك أيضا مع الصدارة والمقدمة المركز الثاني مريح هناك أيضا سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل الهيان جمعة بن عتيق الرميثي. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام الأمتال الأخيرة الأمتال المجنونة هنا الصدارة والقيادة الصدارة والقيادة شعاري هجن الرياسة شعاري هجن الرياسة هناك الذي تتواجد دائما مع الصدارة. شوفوا العروضات شوفوا العرض شوفوا الاندفاع هناك في هذه اللحظات. يا سلام يا سلام يا سلام سلام الياسي سلام سلامي لهذا الشعار سلامي هناك ايضا ايضا للمضمر خلف هذا الشعار. تهانينا تهانينا على فوز الذيب شعاري هجن الرياسه عيسى بن احمد ال خيلي هناك ايضا في عمليه التضمير والتدريب والعنايه المستمره. تهانينا والناموس المركز الثاني اتابع مليح سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد النهيان وجمع بن عتيق الرميثي. المركز الثالث كان من نصيب سراب سمو الشيخ احمد بن مكتوم المكتوم وهناك ايضا بينما المركز الثالث صوغان سمو الشيخ احمد بن سعيد بن راشد النعيمي وفايز بن غفان الجابري. المركز الرابع كان من نصيب سراب سمو الشيخ احمد بن مكتوم المكتوم سلطان بن سيف بن سلطان المقبالي. والمركز الخامس كان من نصيب هناك ايضا رعد المملوك لشعالي هجن الرياسه وهناك الظاهر من يتابع رعد. هكذا اعزائي المشاهدين اعزائي الحضور للخمس المراكز الاولى عوده هناك ايضا الى ايضا شاشه ابو ظبي الرياضيه الناقله من قلب الحدث هنا من ميدان الوثبه عاصمه الميادين لايضا اعزائي المشاهدين للتوقيت الزمني هناك مع الصداره والمقدمه والمركز الاول هناك ايضا الذيب لشعاري هجن الرياسة وعيسى بن أحمد الأخير للحظات الوصول العبور إلى خط النهاية 9:42 3 أجزاء من الثاني. تهانينا والناموس لشعاري هجن الرياسة. بينما المركز الثاني كان من نصيب هناك مريع سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد النهيان جمعة بن عتيق الرميثي 9:43 4 أجزاء من الثانية. بينما المركز الثالث يأتي هناك صوغان سمو الشيخ أحمد بن سعيد بن راشد النعيمي وفايز بن غافان الجابري 9:45 هناك أيضا وفاء وتماما وكمالا.